زي من معتقداتنا ومن عاداتنا وتقاليدنا يعني ان الراجل راجل والست ست. اه جميل ده لغايه هنا النص ده حلو قوي، الراجل راجل والست ست، بس الست هي اللي عليها الكنس والمسح والطبيخ وي 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 وي، والراجل ده يقعد باشا يجي من الشغل يعمل له تعمل له الشاي وتحط له القشط تحت رجليه ويغسل له رجليه وتهرش له في دماغه. الكلام ده ما فيش، الحياه تعاون، الحياه تعاون. معظم الناس اللي يعني معظم المهاجرين اللي زي حالاتي ومعانا ناس منهم طبعا، معظم الناس المهاجرين دول يعني احنا اشغالنا بتبتدي ممكن الساعه 5 الصبح، وممكن يبقى في اختلاف ما بين الراجل ومراته في الشغل. ايه هتصحى تعمل لي سندوتشات يعني؟ ده انا لو صحيت تعمل لي سندوتشات هتروح مداني طلقه في دماغي يعني. اي واحد لا، الواحد بيصحى بكل ذوق وادب يعمل لنفسه فنجان القهوه يشربه ويعمل سندوتشين وياخدهم معاه يروح يتغدى بيهم في الشغل ولا يفطر ولا بتاع. ما هي بتشتغل زي ما دايما انت بتشتغل، بتدرس زي ما انت بتدرس، بتجيب فلوس البيت زي ما انت بتجيب فلوس البيت، وبتتعب زي ما انت ما بتتعب، بتركب مواصلات زي ما انت ما بتركب مواصلات، يبقى تحترمها. ومن الاول ومن الاخر انت جايبها من بيت ولاد ناس. عايز بقى ميد يعني انت عايز واحده تيجي تسيرف، اطلع الفلبين ب $1000 هتشتري سليف، واحده تيجي تقعد معاك تنضف لك وتكنس لك وتقشر لك وتهرش لك في دماغك وتلعب لك في صوابع رجليك. يعني اللي بيستندوا للرأي الديني والفقه الديني والرجال قوامون على النساء، شرعا شرعا الست لو عملت في البيت لازم تديها فلوس أجرة اللي عملته يا حبيبي. مع يعني معلش مفاجأة ليكوا يعني، يا ريت تقروا بس دينكوا الأول وبعدين تبقوا تتكلموا بالدين. الست مش ملزمة تخدمك يا حبيبي، وانت مش صغير والله، انت بلس 18، انت بلس 18 تخدم نفسك. كون ان هي بتعمل ده تفضل، وكون ان انت بتعمل مقابل ده حاجات تانية ده تفضل منكم انتوا الاتنين ما بينكم وما بين بعض. دي حاجة مهمة جدا، لان الحياة تعاون يا بابا، الحياة تعاون يا حبيبتي، الحياة تعاون وكبروا. احنا بنتكلم عن النقطة الاساسية ان هي مش شرعا مش مطالبة ان هي تخدم سعادتك يعني. كون ان هي بتعمل ده مش حق مكتسب ليك، ده تفضل منها عليك. يعني المفروض كده كل يوم تصحى تبوس ايديها، يوم ما تجيب لك سندوتش ولا تعمل لك حلة محشي تروح تبوس ايديها وتبوس دماغها وربنا يخليك ليها يا حبيبتي. امك بتخدمك لان دي امك، مراتك بتخدمك ده حب. وانت جوزك ما ترجعيش قلب امه بمصاريفك يعني، عيشوا على قدكم بقى يعني، عيشوا عيشة اهلكم يعني، بلاش والنبي الجرين برجر اسمه طعمية يعني، ما تعيشوش عيشة الجرين برجر والنبي اسمها طعمية يا حاجة، وهنترقى شوية نسميها فلافل. فبلاش ترهقوا بعض لا نفسيا ولا معنويا. انا عارف ان في ناس كتير الكلام ده اللي انا بقوله مش هيعجبها، وفي ناس كتير خرجت من اللايف، but even if there is some only one person will be there I am okay with that. انا مش بقول كلام، انا اسف جدا، مش بقول كلام عشان يعجبكم، انا بقول الكلام اللي المفروض يتقال وانتوا المفروض تسمعوا. ولو حصل التفاهم والعلاقات دي بقى فيها تفاهم وترابط، هتلاقوا ان الدنيا بتمشي كويس. 90% من الفشل الحياة الزوجية نابع من ان مفيش تعبير والناس ما بتعبرش عن شعورها، وان كل واحد معتقد ان هو الماستر، هو السيد، والباقي عبيد. سواء في ستات بتعتبر كده وفي رجالة بتعتبر كده. فقدروا بعض، يعني قدر نفسك واعرف نفسك وقدر اللي معاك، وكونوا رحماء بينكم، كونوا رحماء بينكم. وليها قواعد كتير وليها أسس كتير، والله والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الحلوة صدقة يعني. مش شرط الستات طيبة قوي طبعا يا إسراء، صح الستات طيبة قوي يعني، الكلمة الحلوة بتجيبها سكة، والرجالة عبط الكلمة الحلوة بتجيبها سكة برضو. خلوا في ما بينكم الكلمة الحلوة يعني، وكن لطيفا، القاعدة اللي احنا قلناها الأسبوع اللي فات، كن لطيفا كده وابن حلال. فعبر عن شعورك وما تاخدش الحاجات على انها مسلمات. عايز اقول لكم، بقول لكم في ناس بتخاف او ما بتقولش بحبك، كلمة بحبك، كلمة انت عزيز عليا، كلمة انا بقدرك، ما بيقولوهاش. وبعد بقى ما تحصل التوبه في المعتوبه مثلا، وكل وربنا يسترد ودعته، ابقى قاعد بعيط، يا ريتني كنت قلت لها بحبك، يا ريتني والله دي مش عارف ايه.
والله اوكي كلامك صح، انا يعني صدق الله العظيم. طبعا الايه ما فيهاش جدال ولا نقاش، بس يعني وطبعا التقويم فيه حاجات كتير واساليب كتير، بس اولا يعني عشان بس في حته الضرب دي اتناقشت كتير قوي والناس كتيره بتتكلم فيها، ومن مآخذ على الاسلام. يعني اولا الضرب ليه شكل، اللي هو مش ضرب ايلام او ضرب تعذيب، ده ضرب تذكير. يعني مثلا زي ما انا ما بهزر مع واحد صاحبي يا ولا عيب كده، هي تبقى كده كده عيب، اللي هي ضربة المودة. زي ما الست كده بتهزر مع جمعة يا موكوس مثلا يعني، لكن مش ضرب بقى ان الواحد يمسك مراته يعمل عليها هيركوليز. ده لو عمل كده روح اعملي فيه بلاغ في القسم على طول مباشرة. وانا في رأيي الشخصي الراجل اللي مد ايده على ست مهما كانت مراته وامه واخته واحدة في الشارع، ده ما بقاش راجل، وده اللي اتعلمناه، ده اللي اتعلمناه. والحاجة التانية اللي اتعلمناها ان يوم انت ما تبقى راجل وما تعرفش تسيطر على بيتك او تقود بيتك، لان العملية مش عملية سيطرة، تقود بيتك من غير مد ايد، يبقى انت لا مؤاخذة عايز تروح تتعلم ازاي تقود ناسك وتقود نفسك وتتعلم تاني بقى من اول وجديد. شوف انت عندك مشكلة كبيرة روح اتعلم وبعد كده برجع اكلم يعني. وبعدين الاوضاع يعني عايزين نقول ان القرآن ليه مفاهيم كتير، احنا كله يعني ليه مفاهيم كتير وليه شكل كبير. لما تكون عندي بنت في البيت مثقفة واعية ذكية عاقلة، والمناقشة معاها يعني ليها باب وليها سكة كبيرة جدا. وليه دايما بفترض ان انا الصح؟ ما ليه ما هو ده من نوع من انواع الكبر، ان انا افترض ان انا دايما الصح، ان انا رأيي الصح، هي اللي مش فاهمة. ليه ما اكونش انا اللي مش فاهم؟ ابدأ اتناقش وافهم واتعلم. وبعدين ما البنت دي مثقفة واعية البنت مسؤولة، فبتعلم. وخلينا مؤمنين من جوانا، وده على فكرة هاي سيلف استيم، يعني ان ده معناه حد انت واثق من نفسك. اللي واثق من نفسه ما بيخافش انه يغلط، اللي واثق من نفسه ما بيخافش انه يغلط. كون ان انا مؤمن ان انا صح على طول الخط، ده معناه لو سيلف استيم، ده معناه ان انا ما عنديش ثقة في نفسي وفاضي، فبحاول اثبت ان انا جامد. لكن لما نتعلم ان احنا ممكن نبقى احنا على خطأ، بتفتح الباب للتعلم. انا حاولت ما عرفتش، فاهمني انت يا سيدي بقى اقول لي مش عيب. مثلا زي ما احنا ما بنتكلم كده، الحالات الطلاق في مصر عالية جدا وفي الدول العربية عالية جدا بسبب هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. يعني مش عيب ان انا كراجل الجأ. يعني انا في حد، في كلاينت عندي سألني سؤال مهم جدا، كان ده كلاينت بعمل لايف كوتشنج امريكي هو، فجاي بيقول لي مراتي بتقول لي كتير بحبك، يعني كتير بتقول انا بحبك انا بحبك انا بحبك، طب انا مش فاهم وبسببه من غير سبب، وان انت جامد قوي وحلو قوي عليا وحاجات كتير. فهل السؤال ده هو معناه هي كده، ولا في حاجه اندرلاين، يعني في حاجه اندرنيثت، يعني في حاجه هيدن في الموضوع وهي بتحاول تداري انا مش فاهم مش مستوعب. فانا طبعا مشيت معاه في بالستيبس بتاعتنا كثيرابيست، وابتديت اساله اسئله معينه، توصلت ان الموضوع بجد هي البنت بتعبر عن نفسها وهي بتحبه فعلا. بس انا عشان اتاكد رحت لاجئ لاصدقاء من البنات، لجأت الاصدقاء لحالات عندي في ما بيننا مناقشات وحوارات وبنتناقش، وفيهم حاله مش يعني فيهم حاجات مشابهه، وابتديت اسال الناس دي بنات، هو لما واحده ست تقعد تقول لجوزها انا بحبك وكده ايه الفكره في ايه؟ ما انا مهما كنت فاهم الست بتفكر ازاي او درست الست بتفكر ازاي، انا ده دراسه وتفكير، لكن انا عمري في حال ما هطابق تفكير الست، والستات نفسهم تفكيرهم مش متطابق. فابتديت اجمع الاراء عشان افهم، لان انا عارف من جوه ان انا ما اعرفش كل حاجه، وده لا يضعف عندي شيء ده يقوي شيء. هتلاقوا معانا هنا اساتذه حاضرين معانا والله يعني ما شاء الله مثقفين ومن اعلم الناس اللي موجودين وفاهمين حلو قوي في حاجات كتير قوي قوي قوي، وبيجوا في نقطه طب قول لنا عشان انا مش فاهم، ومش بيقولوا انا تحديدا، لكن عندهم القدره يقولوا مش عارف فهمني. وممكن في مناقشات يستمعوا لحد اصغر منهم سنا بس اعلم منهم في الامر، فيقعد يفهم ويستوعب ويضيف لنفسه.
ما هي مصر محتاجة كوتشنج أكيد، والعالم كله محتاج كوتشنج يا نونة. يعني هي مش مصر بس صدقيني، يعني الموضوع الكوتشنج دلوقتي والثيرابي بقى، احنا قعدنا لغاية 15 سنة فاتوا كنا معتقدين الثيرابي ده او ان انا اروح لدكتور نفساني او اروح لمعالج نفسي دي سبة في جبين الوطن، يعني الناس بتعتبرني مجنون. فاحنا بنغير فكر مجتمع، وهتلاقوا ناس طالعة على الكوتشنج ده يقول لك الكوتشنج ده هلس والكوتشنج ده مش حقيقي، ده مؤسسات ودراسات وثيرابي وثيرابيست بس الكوتشنج غير الثيرابيست، يعني اللايف كوتشز غير الثيرابيست، دي حاجة ودي حاجة. الثيرابيست ده دارس أكاديمي، اللايف كوتش ده دارس بس مش مناهج أكاديمية في كليات وجامعات. وهنشرح الموضوع ده والألفاظ دي، وفي في حوالي 13 فرق ما بين الثيرابيست والكوتش ممكن نبقى نتكلم فيهم لو أنت عايزة تعرفي يعني. فاحنا كلنا محتاجين نتعلم من بعض، ومحتاجين نبقى واثقين تماما ان احنا مش نهايه الكون ولا نهايه المطاف ولا احنا عارفين كل حاجه، لا احنا لازلنا لغايه ما نموت هنعيش نتعلم. ومن اهم القواعد اللي احنا قلناها، اول حاجه عبر عن شعورك، اتكلم، صرح عن نفسك، قول اللي جواك، ما تقعدش كونتينت كونتينت كونتين او تكتم تكتم لغايه ما تيجي لحظه تنفجر وتبقى لحظه ما فيهاش رجوع. وبلاش ناخد الحياه على انها جرانتيد، على انها مضمونه. العلاقة حتى لو لا قدر الله ما حصلش انفصال، بس ممكن ربنا يسترد ودعته. يا اخي قول الكلمة الحلوة قبل ما ربنا يسترد ودعته، والعمر الطويل اللي كنتوا الاتنين. وانت قولي الكلمة الحلوة قبل ما ربنا يسترد ودعته. كل ما احنا بنقول احنا الناس يعني بنعز الناس وبنقدرها. طب والنبي انتوا قولوا لي بقى، مش بقول لكم معانا ناس هنا عباقرة ومثقفين بس عندهم قدرة ان هم يسمعوا ويقولوا ما اعرفش، يعني بيسعدونا بحضورنا يعني على دماغنا من فوق. يعني الدكتور ياسر، وده حد من اجمل الناس اللي معانا هنا في دوله في دول المهجر والناس المحترمه، يعني بيقول القدره على الاعتراف بمحدوديه المعرفه هي اول الخطوات للقدر الاعظم من المعرفه اللي بنبقى محتاجينها. مش هيعترف بده الا اللي عايز يتعلم ويعرف فعلا. الله ينور عليك يا باشا، وهذا الكلام الكبير الذي يصعب على امثال فهمه، ربنا يزيدك.